أدانت قيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب إقدام عناصر تابعة لقوى العدوان الأمريكي السعودي على تفجير مخزن أسلحة في معسكر ما يسمى بالمنطقة العسكرية الثالثة، وما نتج عن ذلك من سقوط لضحايا مدنيين. وأكدت قيادة المحافظة أن تفجير مخزن أسلحة يحتوي قذائف وصواريخ في معسكر وسط الأحياء السكنية داخل مدينة مأرب، وترويع المدنيين عمل إجرامي يكشف عن الصراعات والخلافات بين قوى العدوان، وللتغطية على عمليات سرقة ونهب للأسلحة. محملين ميليشيا الإصلاح وتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المسؤولية الكاملة عن هذا التفجير وما نتج عنه من ضحايا مدنيين وإقلاق للسكينة العامة. ويأتي تفجير مخزن الأسلحة بعد يومين من جريمة أخرى ارتكبتها ميليشيا الإصلاح بحق قبيلة الدمشق، حيث قصفت المنطقة بمختلف الأسلحة الثقيلة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. وأكدت قيادة السلطة المحلية أن جرائم ميليشيا الإصلاح بحق أبناء المحافظة لن تمر دون حساب وعقاب رادع.